رسميا وحصريا أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2024 علمي علوم. مبروك للأوائل ومبروك للناجحين. وطبعا الساعات ديت بتمر علينا بطبعا يعني صعبة جدا، لأننا ده يعني الوقت ده اللي احنا بنحدد فيه مستقبلنا كطلاب ثانوية عامة. طيب هنقول القايمة بأسماء أوائل الثانوية العامة قسم علم علوم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2024 علم علوم، بعد أن اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024. ركزوا معايا في الأسماء. جاءت أسماء الأوائل على الثانوية العامة كما يلي: ندى رمضان عبد الونيس من المنوفية بالمركز الأول، مبروك يا ندى. رؤى أحمد محمد من القليوبية المركز الثاني، مبروك يا رؤى. إياد يحيى حسن من دمياط المركز الثالث مقرر، مبروك يا إياد. جنة طارق عبد الوهاب المركز الثالث مقرر من الدقهلية، مبروك يا جنة. زياد مصطفى حسن الخامس مقرر من الغربية، مبروك يا زياد. مريم إيهاب يوسف المركز الخامس مقرر من قنا، مبروك يا مريم. حسن محمد حسن السابع مقرر من الشرقية، مبروك يا حسن. رهف محمد توفيق المركز السابع مقرر من الغربية، مبروك يا رهف. سلمى محمود فرغلي السابع مقرر من أسيوط، مبروك يا سلمى. فيلوبياتيرا سعيد يعقوب المركز السابع مقرر من البحيرة، مبروك. مش معلش مش عارفة انت الاسم. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة طبعا في موقع معين، ولكن طبعا ممنوع ان احنا نقول اسم الموقع. في هنسيب لكم رابط نتيجة الثانوية العامة تحت الفيديو ده، ولو ما كانش تحت الفيديو دوت هيبقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. مش هنسيبكم خطوة بخطوة لحد لما نتأكد ان انتوا كلكم ان شاء الله نجحتوا في الثانوية العامة. مبروك للناجحين وهارد لك للي ليهم دور تاني، وان شاء الله يا رب كلكم تكونوا من الناجحين. هسيب لكم الرابط اللي انتوا هتكتبوا فيه الاسم الرباعي وتختاروا الشعب علمي، علم علوم ولا علم رياضة ولا ادبي، وهتسيبوا كمان البريد الالكتروني اللي هو الجيميل بتاعكم علشان الرسالة توصل لكم اول ما النتيجة ما تظهر، وهتكتبوا رقم الجلوس وتختاروا المحافظة اللي انتوا منها ورقم التليفون. هسيب لكم ان شاء الله الرابط تحت الفيديو ده. استحق منكم لايك وبالتوفيق للجميع.